خطوات الملك عبد العزيز في الخطوات السياسية والعسكرية مع اليمن. فكلف أمير أبها في ذلك الوقت عبد الله بن عسكر بأن يتم إرسال رسالتين إلى الإمام يحيى في اليمن، فكلف ترك بن ماضي الذي خرج من أبها باتجاه ظهران الجنوب عبر منفذ علب، وبهذه الرحلة وبهذه المهمة التي كلف بها ترك بن ماضي يعد أول مندوب سعودي يدخل اليمن مكلفا من الملك عبد العزيز، وتوالى بعد ذلك العديد من المهمات التي انتهت بخطوات أخرى ستتضح فيما بعد. وهذا التكليف يدل على أن هناك ثقة في هذه الشخصية القادمة وقدرة على أداء المهمة التي كلف بها ليوصل رسالتين من الملك عبد العزيز إلى الإمام يحيى حميد الدين في اليمن،